فيها جيش، فيها شرطه، فيها مسؤولين، فيها رئيس ولايه محترم، فيها اجهزه سياديه في البلد. ولو راجل انت او غيرك قرب من بوابه النادي، النادي ده فيه اطفال وفيه سيدات، بدل ما انت عمال تقل ادبك تعالى احضر الجلسه معانا. مش كده؟ يعني انا جاي، انتوا شايفين جايب عندي 30 ورقه، قررت 40، ومع ذلك جيت، ومع ذلك جيت عشان انا يعني عايز اعرف ارادتي مين انا شخصيا. انا قلت هتشوفوا فيديو هينزل بعد شويه عامله انا امبارح، القصه مش قصتي، هو انا بجيب بزود الجماهير وانقل الماتش من برج العرب لاستاد القاهره عشان تشتموا الناس. قول لي لعيبه ايه الظروف اللي تلعب فيها دي؟ ايه الظروف؟ ايه ده؟ دول جمهور الاتحاد، جمهور الزمالك، دول بقى هم كشفوا نفسهم. دي عصابه حسين لبيب، ده كده بيان اللي عامله حسين لبيب. طب استخبى شويه، ده ليه معنى واحد، انك انت جزء من العصابه. تمام، البيان اللي بينزله زفت الدين وهيبان كلهم، يعني هم كلهم 15 واحد. تمام، وهتشوف. انا بقول للراجل فيهم ينزل الانتخابات تاني، عايزين ترجعوا الزمالك تاني 100 سنه اهو، احسن حاجه. ايه اللي صحيني النهارده بدري عشان ارجع احضر الجلسه؟ عليك طلبت ان الجمهور ينزل بعد الماتش، ينزل قدام النادي. لا ما حصلش، انا بقول لك ممنوع. صح، الجمهور ينزل داخل الجلسه، بيحذر الجمهور ينزل. طب شفت ازاي يا استاذ المستشار؟ مش جماهير الزمالك. اه انا لما فتحت النادي للجماهير بحذر من الادب والالتر، هو طبعا جزء منهم محترم ومؤدب ومؤدب بصراحه. الجزء الثاني بقى بتاع سيد مشاغب هو اللي بيعمل الافلام دي كلها. تمام؟ يا ابني هو انا اللي حابس سيد مشاغب. سيد مشاغب اتحبس عشان ضرب ضابط على كوبري 6 اكتوبر بالنهار، ضرب شرطه. هو انا اللي حابسه. سيد مشاهد محبوس علشان حرق البتاع بتاع استاد القاهره ولع فيه. ده انا اللي نشدت الدوله، قلت لهم اذا كان سيد مشاهد ربنا هداه طلعوه، مفيش مشكله. لكن واضح ان هو اللي معاه لسه، يعني الحمد لله حاجز الحكم اسبوع نظيف بعد اسبوع. واتمنى ان شاء الله في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي ان اولادنا يقدموا مباراه محترمه. وخلي بالك انت دلوقتي بتلعب ناقص يجي سبعه تاكل. ايوه انت اتكلمت في الموضوع ده، اللي سجلته في الزمالك. اه نوفر الولاد يعني نشتمهم ولا نقف معاهم؟ نقف معاهم. اه انا زعلان من الولاد كتير فيهم طبعا، بس اتبعهم قبل الماتش والدوري شغال، وعندك مسافر ليبيا، وبعدين اللي عمالين يتكلموا عن ماتش ليبيا شباب بولزداد. اه مش ده برضه الفريق اللي انتوا قعدتوا تقولوا كل الاعلام فريق جامد، ثلاثة دوري ورا بعض، تسعة منهم في منتخب المحليين، ده كله حصل. فريق جامد اهو. طب لما هو بقى يجيب 1-0 تاني، يجيب 1-0 في ضربة جزاء مش صحيحة، وأنا في نفس الوقت ليا ضربة جزاء صحيحة ما تحسبش؟ اه. بدل ما تقول احنا وراكم، هو فريق الزمالك اتغلب أجوان ولا ضرب ضربة جزاء؟ ضربة جزاء؟ ضربة جزاء مش صحيحة؟ قدام يقفوا ورا الولاد ويقولوا لا وتعوضوا ولسه خمس متوشر وربنا يوفقكم. لا، شتيمه قله ادب، وقليل هو مش عايز يرجع. لا مش هرجع، مش هتمشي. هشوف فيديو هينزل دلوقتي على السوشيال. امير مكمل يا استاذ المستشار؟ مش عايز. كابتن اسامه نبيه يا استاذ، في كلام صغير. كابتن اسامه نبيه شبه ده اللي حصل. السلام عليكم. اللي بيدفع الثمن عشان بقى الولاد من الفيش كده ده اللي شفته النهارده. سيادتك دايما بتحذر من اللي بيحصل، حضرتك بتحذر دايما من يا ايه رساله حضرتك يا رئيس اتحاد الكوره؟ ايه رساله حضرتك لاتحاد الكوره؟ رساله حضرتك لاتحاد الكوره؟ شكرا على كل الدعم اللي انتم بتعملوه للنادي الاهلي، شكرا على كل اللي بترفض هنا الزمالك. شايف ان في تعند واضح يا ابني؟ الجلسه اللي فاتت قال في قرار بالمره،
الجلسه دي ليه؟ مفيش قرار. مفيش قرار. وشكله كان قدام المحكمه ايه قد كده. خلاص. ايوه انا بقول عشان كده ساعات رد عليهم في سنه بين الهزار واللعب بالله. اللي حصل ده لعب بالله. لان في النادي الزمالك مش ممكن انا ممكن امشي النهارده امشي بكره. لا جمال جميل في الملايين وجمهور الحقيقي. مش العيال متأجره عشان تشتم تقلق لها. ان شاء الله خير. ماشي احنا بقينا هنا. يا ابني يلا يا سيدنا وصبحنا. يلا يا سيدنا وصبحنا. محمد جاي يا استاذ وعلي. محمد جاي تعالى تعالى. يا باشا كمل تحت. اهلا بكم مشاهدين ومتابعين موقع وجريدة بيتو من كل مكان، معاكم منى حمزه، واحنا متواجدين النهارده من امام مجلس الدوله لمعرفه اخر تطورات قضيه قيد لاعبي نادي الزمالك. طبعا زي ما كنا متابعين مع حضراتكم ان الجلسه اللي تقدم اللي فاتت تقدم فيها نادي الزمالك بالتماس ضد الحكم الصادر بحرمان الزمالك من فترتي قيد بسبب الغرامه الواقعه عليه. مشاهدينا مشاهدي القاهره، طبعا الجلسه اللي فاتت القاضي اجل الجلسه للنهارده يوم الاحد، وتأجلت ايضا القرار، تأجل القرار مرة اخرى ل 19/2 بعد يومين. وبعد اذنك ماشي الباب وبعد كده الشارع دولة خلاص احنا نزلنا. طيب عشان نكمل تفاصيل، نكمل دي قضيه، يعني دي قضيه مهمه، قضيه مهمه. احنا طالعين هوا يا جماعه، يا جماعه احنا طالعين هوا مش كده. مع معاليك يا مع المستشار. اتفضل يا استاذ المستشار. بعد اذنك عدي. خلاص احنا نزلنا مع السيد. طيب يا باشا عملنا ايه؟ يا باشا غسلنا. ما هو مع المستشار عنده عنده دور برد والشمس الشمس الشمس هتتعبه، يعني الشمس هتتعبه. طيب احنا مش هنكمل خمس. اتفضل يا مع المستشار. الف سلامه على معاليك الاول. اتفضل يا استاذ المستشار. اتفضل. قول لي رسالتك الاخيره يا ريس. البلد مش ناقصه لعب بالنار. تمام. انا في انتظار قيد اللاعبين الثلاثه قبل يوم كام الحفله؟ 19/2. انا بتمنى النهارده كده يقيدوهم ودار مداخل ايه؟ شارع. طب ايه تعليق حضرتك على دفع الدفاع اتحاد الكوره بعدم اختصاص المحكمه واختصاص المحكمه الرياضيه؟ ان هو الزمهم بال اتحاد الكوره في القضيه ولا بره القضيه؟ لا في القضيه. في القضيه. لا هو قال لك انا بره القضيه. ما هو في ايوه، ما هو هو بره القضيه ما حدش يسمعه. انت يا ابني جوه القضيه، يعني انت دلوقتي جوه المحكمه ولا بره المحكمه؟ جوه. دلوقتي انت فين؟ بره. 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 ما تقولش بقى اصل المحكمه، انك انت بره مش جوه. ما انت حضرتك مختصم اتحاد الكوره، فهو ازاي بقى بيقول علشان يتنفذ الحكم في مواجهه؟ انما الخصم الرئيسي وزير الشباب والرياضه، لانه تقاعس عن اداء دوره، ودي المره الثالثه. لما اتعزلت اول مره من اللجنه الاولمبيه واتعزلت ثاني مره، بعت له قلت له تبقى الماده 1 من قانون الرياضه، انت مسؤول عن الهيئات الرياضيه الاربعه اللي هي اتحادات، انديه، برلمانيه، اولمبيه، تطبيق القوانين والنظام. تمام؟ ده الوزير. ده القانون بيقول كده. هل الوزير لما اتحاد الكورة رفض شغل الولاد بدون سبب؟ تاني بدون سبب. خلاص؟ المفروض هو بيطبق يقول لاتحاد الكورة عندك قانون كده؟ لا. عندك لائحة كده؟ لا. طب اللائحة بتقول لك ما دام قبل 31/12 الساعة 12 بالظبط تم تسجيل لعيبة على السيستم. فتح له السيستم، يبقى الراجل ده جاي في الميعاد وفتح له السيستم. انت ليه مش عايز تدوس على الزرار؟ وشفنا الفيديو بتاع الخطاب يا الخطاب يا سياده المستشار اللي تم وافقته برضه في الدعوه. الخطاب يا سياده المستشار اللي اتبعت من اتحاد الكره لنادي الزمالك حضرتك ان هم اختاروك بالمبلغ المفروض. هو انت بتفهم ما تفهمش؟ مش هو
قال الجلسه اللي فاتت هجيبه. جاب حاجه النهارده؟ لا لا ليه بقى بسالف حاجه. المحكمه كمان طلبت انه إيه احنا ما عرفناش المدار ده يومين خلال ادي واحد تمام. الان على القيد الافريقي ومجرد ما يدوس احنا حاجزين الولاد برده في القيد الافريقي يعني اللعيبه برده متسجله ما هي لو تم دم تسجيلها هتسجل في كل الاتحادات. هو بس كان زي ما قلت لحضرتك كان ناقص بس تكت زرار زي ما حضرتك قلت بالظبط عشان الاي دي هات تطلع. طيب ده تفسير كمان انت ده اللي ذكرتهم عليك في الدعوه قلت ان ده تعنت شخصي. وفي الفيديو ذكرت كده على حضرتك على كابتن حسين لبيب. مين حسين لبيب؟ رئيس اللجنه السابقه قبل انتخابات نادي الزمالك. مين حسين لبيب؟ مين الواد ده؟ قول لي كده ثاني. عدود مشطوبه مش هتقدر في النادي. مين ده؟ ثاني قول لي مين؟ لا ثاني عدويته مشطوبه. مين هو اصلا؟ اقول لك ده مين بقى؟ حته لاعب كان بيلعب كره يد جابوه للجنه مش كده؟ انت بتسمع حاجه عن اللي هو عماد؟ لا. رئيس لجنه. طيب بتسمع حاجه عن الاستاذ مرسي عطا الله رئيس لجنه؟ الاستاذ محمد عامر كان رئيس كل دول الوسائل اللي جايه بتسمع حاجه منهم؟ ده عيل تعبان في دماغه. يا رئيس حضرتك بتقول ان ده تعنت من اتحاد الكره مين اللي بيتعنت حضرتك صح؟ في اشخاص معينه سياده المستشار في اشخاص معينه. يلا يا باشا بعد اذنك يلا يا باشا بعد اذنك يا باشا طبعا بعد اذنك وسمعت تفاصيل الشهر استاذ منصور بعد اذنك يعني زي ما حضراتكم شايفين طبعا اخر تطورات قضيه قيد لاعبين نادي الزمالك طبعا زي ما كنا متابعين مع حضراتكم. اتفضل معايا البنطلون الحمراء ده يلا الواد ده ولا اصحى يا باشا ولا لينا اسافر انت قدام شويه قول له تاني ولا حسين لو انت راجل كنت نزلت انتخابات المره اللي تمام بس انت ما نزلتش ومستنيك الانتخابات الجايه ان شاء الله عايش كده العمر. هو مش انت برضه حسين لبيب اللي محمد مصطفى محمد وحسين محمد وحسين اسمه ايه ده فيصل وشبه فيصل ثانيه واحده وابن شرقي كان عندك ايام هو وساسي مش انت برضه حسين اللي انا رجعت لقيتك عامل شريط ناديك وناديك كان في عود ما اسمعش صوتك يلا تاني كان في عود كتيرة تم تعديلها رسالة رسالة حضرتك هو امام عاشور ده مشي ليه؟ عشان العقد الجديد بتاعه الجديد اللي بعده يقعد اربع سنين او انا امام عاشور كان بيلعب العقد القديم بقى له اربع سنين تمام؟ يعني فاضل ست اشهر يمشي العقد الجديد اساله ابراهيم بقه اسمه ابراهيم بقه ولا اسمه ابراهيم عبد الله؟ اسالوه فين؟ اللي خد عقد الواد مصطفى محمد وقال لك انا حطيته في العربيه وشايله في البيت اصل دي امانه تمام وغيره وغيره ده راي كان جيت لقيته ب 197 مليون جنيه ده راي وخرب الفريق يقول لك اصل انا خدت دوري وكاس مش عارف ايه لا انت طلعت اعترفت دول بتوع مرتضى منصور دي اللعيبه اللي كنت جايبها وسبتها لك يا راجل ده مدرب السله خدوه منك بالك لا مش عندنا اتفضل طب رسالات حضرتك لمشجعين نادي الزمالك خلال فتره المشجعين المحترمين الجمهور الحقيقي وخليك ورا فريقك وهتكسب وتتعادل وهتخسر وتعمل يا ابني يا بنت انا واخد 14 تعليق حضرتك على تذبذب طب والالتراس حضرتك هو احد تعليقات الالتراس اللي نزلها على صفحته البوست اللي نزله على صفحته ايه تعليق حضرتك عليه؟ مين الالتراس؟ اللي هو حضرتك كنت قدم جماعه الحبيبه محرمه اقسم بالله بص اقسم بالله هم دلوقتي هيضروا الجمهور المحترم لان ممكن مجلس اداره يطلع قرار ما فيش جمهور شكرا يلا البس فالجمهور المحترم اللي هو ما عجبوش قله الادب الماتش اللي فات وهيهتف ضدهم اللي بتعملوه ده مش هيحرك شعر من دماغه واللي عايز ينزل الانتخابات انا قبل كده قلت لهم انا هعمل انتخابات مبكره بالنسبه لي اسامه وزاد وانزلوا كلكم بس ليا طلب واحد اتفضل لو سقطتوا كسبتكم رهان خلاص تمشي في الشارع عريانين انت مش قول كل العز عليك حضرتك على ان الاهلي حصل على المركز الرابع في كاس العالم للانديه وكنت حضرتك بتتمنى ان هو يفوز على ريال مدريد يعني لا ماليش دعوه بالاهلي دريم كمل بغض النظر عن النتائج يا استاذ المستشار اخر يعني رساله تشجيعيه للاعبين نادي الزمالك يا رب كمل حاجه تقولها تختم بيها سيادة ينفع نتكلم بقول بحذر اي عيل الشيطان هيلعب في انه يقرب بوابه النادي بس
لان دي دوله شرطه جيش وفيها وزير الداخليه محترم. رساله تشجيعيه يا ريس للاعبين نادي الزمالك، رساله تشجيعيه للاعبين نادي الزمالك، حمل السيدات الفاضلات اللي جوه النادي اللي يضربوهم بالشباشب. كلمه للعيبه يا ريس، كلمه للعيبه، كلمه تشجيعيه للعيبه علشان الماتش اللي جاي بالذات اللي هم السبعه اللي بتقول حضرتك مصابين، يعني اكيد هتتمنى لهم. الثلاثه دول لو انضموا هيفرقوا. نكمل يا ريس، يلا ما حاولتش حضرتك ان انت تقنع عميل وتقول له كمل لسه اطلع له دور السبع. الف سلامه على سيادتك. الف سلامه عليك يا ريس، اتفضل. شكرا لحضرتك يا دكتور. ربنا يخليك. سيدي الطياره 24 في كل مكان كده زي ما يعني زي ما حضراتكم شايفين اخر تصريحات مستشار مرتضى منصور من امام مجلس الدوله وهو الان يتوجه الى سيارته زي ما حضراتكم شايفين. طبعا رغم تعب مستشار مرتضى منصور الا انه اصر على الحضور النهارده لمتابعه اخر تطورات قضيه قيد اللاعبين الزمالك، واللي بيقول ان هم هيفرقوا جدا لو تم تقييد اللاعبين في الزمالك، يعني هيفرق جدا في اداء وتطور اداء نادي الزمالك، وبيرجع خساره نادي الزمالك طبعا لتشتت اللعيبه وطبعا الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك. طبعا قال نصر عزام زي ما حضراتكم شايفين خلاص يعني كده المستشار انهى جلسه النهارده، جلسه الخاصه بقضيه قيد 300 من لاعبين نادي الزمالك، وقال المستشار انه طبعا ده هيفرق جدا في اداء وتطور نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا من البدايه. احنا النهارده موجودين من امام مجلس الدوله تابعة آخر تطورات وتصريحات المستشار مرتضى منصور عن قضية طبعا قيد لاعبين الزمالك. بشكركم مشاهدينا من كل مكان، كنت معاكم منى حمزة لمتابعة آخر تطورات نادي الزمالك وآخر تطورات قضية قيد لاعبين نادي الزمالك.